تقرأين؟ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما من فضلك كبير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات بين التاء آيات نعم تاء آيات لقد أنزلنا آيات مبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى
لك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى وأنه خلق وأنه خ خلق الزوجين الذكر والأنثى الأنثى المد إخفاء المد نعم المد مد الأصلي من نطفة إدغام ناقص إذا تمنى وأن عليه النشأة نعم النشأة إدغام لام الشمسية الأخرى الأو إظهار لام القمرية نعم كم حروف التكرير واحد وما هو الله بارك الله فيك